فضلت الشيخ، خلينا نكمل رد حضرتك على مكالمة أم حنان كانت قبل الفاصل. أنا حابة حضرتك توجه كلمة للشخص اللي بيبقى يعني هو صاحب الفلوس. نعم. الناس اللي بتطالب يعني هي عندها مصيبة وعندها كارثة وعندها فقدان لابن ومات مقتول، يعني عندها من الهم ما يكفي، ففين الرحمة اللي ممكن تبقى جوه القلوب علشان خاطر والله يسامح؟ والله هو حقه أن يطالب به طبعا، لكن الإسلام إداله حق أحلى. إيه هو؟ هو حتما بيخرج زكاة ماله. فربنا اداك أهو من هو مستحق للزكاة أمام عينك. بس الفرق بقى ان انت لما تخرج زكاة المال ليا او لغيري هتاخد بيها اجر واحد. لكن لما تخرج دي هتكون عملت ايه؟ هتكون اعطيت الفقير اللي هو السائل والمحروم اللي ربنا قال لك عليه في القرآن، وهتكون فرشت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. صحيح. وهتكون انذرت معسرة، وهتكون أدخلت السرور على امرأة فقدت سندها وفقدت ولدها وفقدت وحيدها وفقدت عائلها. أشد ابتلاء، وهذا أمر يعني في غاية الابتلاء. صحيح. فهتكون أدخلت عليها السرور. الأمر الخامس هتكون سترتها من السجن، لأن السجن فضيحة طبعا. حتى وإن سجن الإنسان في جنة يكون فضيحة. نسأل الله أن يسترنا وأن لا يفضحنا. قولوا أمين. فشوفي بقى كم أجر مكان حاجة واحدة. فعشان كده أنا بقول له تلطف، وعشان كده بقول لو أنت نظرت إليهم أن هذا من باب إقراض الله، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم وبعدين ويغفر لكم. خلي بالك، ضع نصب عينك هذا برضك وبنادي أهل الخير، وبنادي من في قلوبهم الرحمة ومن في قلوبهم السكينة ومن في قلوبهم الطمأنينة أن ينظروا بعين العطف إلى هؤلاء. يا سادة، أنا نفسي نتكلم على فلسفة الزكاة في الإسلام. فلسفة الزكاة في الإسلام قائمة على الإغناء مش على زيادة التسول. احنا عملنا زيادة تسول رهيبة في اعداد الناس. صحيح. لان احنا عدنا بندي اللي قاعد، احنا قاعدين مكاننا عايزين نبقى بهوات في بيوتنا وفي محلاتنا وفي مصانعنا ونفرق. لا، انا عايزك تمشي وتتعب وتروح للناس دي. ليه؟ لان ربنا قال كده. يحسب مش للي بيجي هو يمد ايده ويسألك. لا. للي قاعد في بيته وعنده عزة نفس بس محتاج. خلي بالك، المزكي له اصناف المزكين اتنين. في نوع من المزكي يؤدي الزكاة، وفي نوع من المزكي يؤدي الزكاة لله. ليد الله مش ليد الفقير. ولذلك في القرآن الكريم لو تقري في سورة الزاريات ربنا يقول إن المتقين في جنات وعيون. وبعدين لما بيتكلم عن المتقين دول، ليه يا رب؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسعار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. خلي بالك من الآية دي، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. في سورة المعارج ربنا يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ليه ربنا في سورة الزاريات حذف كلمة معلوم؟ ألا أن كل أموالهم يبغونها لله، يتعاملون بها مع الله. وشتان شتان ما بين أن يأتي السائل إلي السائل إليك وما بين أن تذهب إليه أنت. ليه؟ طب ما لما يجيني خلاص انت اديت الزكاة وجزاك الله خير. طب لما تروح له انت بتاخد اجر وثواب اكتر. ده مش بتاخد كتير جدا، ده انت اكرمته. ده انت ايه؟ اكرمته، ده انت رفعت عنه الذل. صحيح. ده انت رفعت عنه مذلة السؤال. ولذلك خلي بالك عشان ربنا حبزنا في الموضوع ده وحببنا، قال ايه؟ خلي بالك، قال الفقراء عيالي. الفقراء ايه؟ عيالي. والاغنياء وكلائي، فإذا بخل وكلائي على عيالي أخذتهم ولا أبالي. شوف ربنا يا، فتخيل أنت رايح تدي لحد بينه وبين الله صلة، بينه وبين الله معرفة، فتخيل أنت يبقى عندك الأجر قد إيه والثواب قد إيه. فعشان كده سيدة سيدة خديجة ولا السيدة عائشة اللي كانت تطيب الدرهم. كانت تطيب الدرهم لأنه يقع في يد الله. قبل ده سيدنا الحبيب اللي أحسن من ستنا السيدة عائشة، لما كان يعطي السائل كان يديله إزاي؟ كان يديله بطريقة عجيبة قوي. إيد النبي أهي يخليها تحت ويخلي هو إيده، ويخلي إيده هو اللي فوق، هو من فوق. ليه يا رسول الله؟ عشان أنت قلت لنا اليد العليا خير من اليد السفلى، ما يحسش بمنة النبي أبدا. ده النبي ما كانش يقول تصدقوا على حد، تصدقي؟ تخيلي من أدبه